إذا نجدد تحية لكل مشاهدينا وكل من انضم إلينا في هذه الحلقة من برنامج شروق مورنينغ. لا تزال لدينا العديد من المحطات. محطتنا اليوم سنسلط الضوء فيها أو من خلالها حول القضية التي كان طرفا فيها الشيخ بالأحمر، الشخصية المعروفة والتي تجندت كل وسائل الإعلام، جندت مكتوبة مسموعة مرئية من أجل الوقوف عند هذا الحدث والذي تمثل في وفاة المواطنة داخل مركز جمعية بشائر الشفاء. ولهذا الغرض يحضر معنا الشيخ بالأحمر كي يجيب على كل تساؤلاتكم وعلى كل انشغالاتكم أكيد حول هذه القضية وقضايا أخرى. صباح الخير. السلام عليكم. صباح الخير، أهلا بك. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. إذا الشيخ، هي قضية ربما أثارت الكثير من الجدل بعد ما كنت حضرت معنا في بلاطو شروق مورنينغ اللي تحدثنا عن قضية غلق جمعية بشائر الشفاء. بعدها ربما بأسبوعين ظهرت إلى العلن قضية أخرى، وفاة المواطنة، وقامت هناك أطراف اتهمتك باتهام أنك كنت وراء وفاة هذه الفتاة. وش تقول لنا في هذا؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة إليكم وإلى قناة الشروق وإلى كل المشاهدين وكل من ساندونا ومن كانوا معنا في هذه المحنة التي مرت بها جمعية بشائر الشفاء. لا أطيل حتى أدخل في صلب السؤال. لا شك أن الحدث قد سقع أذن كل الناس، إن لم أكن مبالغ حتى الموتى، يعني لشدة وقع المشكلة وحساسية الجمعية وحساسية المشرف على الجمعية، فاختمرت كل هذه العناصر كلها فأفرزت واقع لا داعي لإثارة هذه الضجة التي أثيرت. باختصار، الموضوع لا يخفى عن كل الناس أن وفاة الأخت هالة عليها رحمة الله عز وجل كانت وفاة قضاء وقدر، يعني لا دخل للجمعية لا من قريب ولا من بعيد، لا ناقة لها فيها ولا جمع. وخير دليل على ما أقوله، وشهد شاهد من أهلها أي والد ووالدة المتوفاة، هم صرحوا بأن الجمعية ليس لها علاقة، حتى أني لم أراها قط، أنا رأيتها ميتة في المستشفى، يعني لأول مرة رأيتها في المستشفى وبحضور الوالد والوالدة. ولكن كانت هناك نوايا مبيتة، يعني كانت على أهبة الاستعداد. أنا سجلت حصص في قناة الشروق، كانت تمر عبر برنامج ففروا إلى الله، وأنا قلت يعني جمعية بشائر الشفاء كانت تغرف من مائدة اسمها القضاء والقدر، ربما القليل من فهم هذه الرسالة المشفرة، القليل من فهم هذه الرسالة. وشاء الله وجل وافق كلامي استبق الحدث فكان صدق ما قلناه. قلت أنا مرة قلت تكلمت على سؤال أثاره المنشط أثناء الحصة، قال ماذا تقول عن الحالات التي تأتي إليكم وتكون في حالة حرجة، ففتح لي المجال حتى أثير نقطة كانت من الطابوهات. قلت أن بعض الحالات كانت تعرض في المستشفيات وفي العيادات الخاصة، يعني تبخس مهنيا لعدم أهلية بعض المتخصصين، لا أعمم ولا أقول بعض، يعني أشدد على كلمة بعض حتى لا أتهم بأني عدو للطب والمستشفيات. فقلت فكانت هناك أخطاء طبية، ولا حسيب ولا راقب، هذا مسجل وموثق، يعني هذا كلامي موثق. قلت ولكن لا قدر الله لو وقعت حادثة وفاة مريض في جمعية بشائر الشفاء سيقيمون الدنيا ويقعدونها. وحدث ذلك. والحالة ثلاث أسابيع صرحت بهذا الكلام وهو موثق وموجود في 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 برنامج ففروا إلى الله. فوقع ما كنت أتوقعه. فاستنفرت كل وسائل الإعلام التي كانت تناسبني العداء، أنا لا أعمم، يعني لا أقول كل وسائل الإعلام، ولكن هناك جهات أطراف إعلامية كانت تتربص بنا وتقتنص الفرص. ولكن كنت دائما أقول، ولكن لم يفهموا رسالتي، لو انقذتم على بالأحمر فلن تنقذوا على بالأحمريته، فلم يفهموا الرسالة فكانوا
أقزام أمام. نرجع إلى نقطة أخرى، نرجع إلى حالة المواطنة التي وافتها المنية داخل المركز. كانت مصابة حسب تصريح الأولياء، مصابة بمرض السرطان، عفنا الله وإياك وإياكم جميعا، من المفروض. وش هو الشيء اللي خلى الأولياء وهذه الحالة تترك المستشفيات وتأتي إلى جمعية بشائر؟ سؤال وجيه ومشكور عليه. هي والدة المريضة والوالد هم قالوا، ومسجل عندكم في شهادة بإفادة التي استشهدوا بها، قالوا بأن كل يوم كنا نقولوا، اسمحوا لي نهضر حتى نبسط المشاهدة، كانوا يقولوا كل يوم ما تصبحش حية، كل يوم يعني اجتهادا منهم. قالوا علاش انا الى كل يوم كيما احنا مغبونين بها، يعني مده 19 شهر وهي تحت العلاج عند كل التخصصين، عند المتخصصين. الكل اثبت عجزه، اقول اثبت عجزه واعترف بعجزه. يعني عندما عجز الطب قالوا لما لا نذهب الى الرقيه، فاستعانوا بخدمات جمعيه بشائر الشفاء. هي كانت في حاله مرضيه، يعني في اخر لحظات حياتها، وافق القدر وقدر يعني خروج حياتها مع قدومها الى مقر جمعيه بشائر الشفاء. ولا نختار الارض التي نموت فيها ولا المكان ولا الزمن. صحيح. فقالت كل يوم انا نقول هذه تموت لي، قلت انا علاه ما تموتليش وهي مرقيه؟ هي ارادت تبركا بالرقيه، يعني امها راهي تسمع فيا وهذه تثبتك. قالت اريد ان ارقي بنتي تبركا بالرقيه، لان الطب عجز. نفترض بالاحمر كان هو نفترض يعني اسوء الاحتمال بالاحمر هو كان سبب، معناه ان الطب عجز ضمنيا ان الاطباء عجزوا، وعندها ملف يعني فيها 4 كيلو. بالتالي يعني كان يجب ان نحاسب الاطباء ايضا من باب اولى، من باب المنطق، يعني من باب المنطق لماذا عجز الاطباء عن علاج هذه الحاله؟ لو لم يعجزوا لما اتوا بها الى جمعيه بشائر الشفاء، رغم اني لم القاها ولم اعالجها. انا قلت في أسوأ الاحتمالات. كان بصيص امل لدى الاولياء في انهم ربما يسعفون الحاله التي كانت مصابه بها ابنتهم، لكن شاءت الاقدار ان تموت داخل المركز. خلينا نتحدث على هذا الوقع، الصدى اللي انتشر عبر الجزائر وعبر العديد من المحطات الإعلامية، كل توجه إعلامي أعطاها قراءة خاصة. خلينا نتحدث على تأثير الإعلام على كل ما هو رأي عام بالشارع فيما يخص هذه القضية. الإعلام انقسم إلى قسمين، الإعلام في الجزائر انقسم إلى قسمين، فكل قسم أنا أعطيه علامة كاملة، سواء من كان مع أو ضد، علامة كاملة لمن كان معنا وعلامة كاملة لمن كان ضدنا. الرأي والرأي الآخر. نعم. لا لا لا، الرأي والرأي المضاد. المضاد. أنا شديد استعمال المصطلحات في مكانها. الرأي المضاد. لو كان الرأي الرأي الآخر، قد يكون الاثنين حسنين. يعني لغة عندنا نقول الرأي والرأي الآخر، هذا حسن وهذا أحسن. صح. أما الرأي والرأي المضاد فهذا حسن والآخر قبيح. هذا الذي أقصده. فكلاهما له العلامة الكاملة، فكلاهما خدم الموضوع من حيث لا يشعر، والآخر خدمه وهو يشعر. فأظن أن لا يقعوا في خطأ في المستقبل، لا يقعوا في نفس الخطأ ويستفيدوا من هذه التجربة. قلت وأكرر، إن وقع في أيديهم بالأحمر فلن تقع في بين أيديهم بالأحمريته، وكل لبيب بالإشارة يفهم. طيب حدثنا كيفاش تعامل الإعلام مع قضيته؟ بما أنه مصدر بالأحمرية يأتي من بالأحمر. لا 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 لا. خصومي يفقهون جيدا فوق الجيد ما معنى بالأحمرية، يعني تبقى هذه كلمة سر بيني وبينه. طيب كيفاش تعامل الإعلام مع قضية الفتاة؟ كنا شفنا أنه هناك بعض ربما الجرائد، بعض القنوات اللي تعاملوا كما قلت برأي مضاد. في النقيض هناك قنوات كذلك قامت بتوضيح القضية. احنا هناك أنت كيفاش شفت بصفتك متهم وطرف متهم في القضية، كيفاش شفت تعامل الإعلام؟ أنا قلت الإعلام انقسم إلى شطرين، انقسم إلى شطرين. الشطر كان معه والشطر كان ضد. فكل كان يخدم مصالحه الأجندة الداخلية. يعني حتى أكون صارح، يعني بالأحمر كان هو يعني نقطة تصفية حسابات. هناك من سمى بالأحمر راقي شرعي، وهناك من سمى بالأحمر مشعوذ. نعم. وراهي وصل الآن قضية فهناك معذرة. أول مرة أعيش، أنا أعرف أفكار وثقافة، أما الآن أعيش
الشعوذة الإعلامية. أعيش الشعوذة الإعلامية للأسف الشديد، وأتمنى أن يأتوا إلى بشائر الشفاء أن يرقوا، وكل صدر أحبة يعني أرقيهم رقية تناسب المهنة التي يمارسونها. نرجع إلى مهنة القانون أو المحامي. بالنسبة إلى المحامي كرجل قانون، وش هي الأساليب القانونية التي اعتمدها من أجل الحصول على قرار إخلاء سبيلكم؟ من هذا المنبر، أحيي والعلامة كاملة للعدالة باختصار شديد. العلامة كاملة للعدالة، يعني وجدت تعاطي إيجابي فوق المطلوب مع العدالة رغم ما كان يضغط عليه إعلاميا خارج دواليب العدالة. فأحييهم تحية إكبار وإجلال للعدالة التي تعاطت معنا بكل إيجابية، وهذا ليس رميا للورود ولكن حقيقة. ولست الرجل الذي يجامل، أقول للمحسن أحسنت وأقول للمسيء أسأت. فالعدالة تعاطت معنا يعني 1+1=2. المحامي الذي وكلته شوف أنا عندما أقول العدالة يعني كل الجهاز بما فيه وكيل الجمهورية، بما فيه النائب العام، بما فيه قاضي التحقيق، بما فيه، أنا قلت علامة كاملة للعدالة. الكل تعامل مع تعامل إيجابي ورائع وحضاري. وش حال منحت علامة للإعلام؟ شحال منحت علامة للإعلام؟ علامة كاملة، من كان معي علامة كاملة، ومن كان ضدي علامة كاملة. وكل يفهم علامته. نرجع إلى الرأي العام، إلى الشارع، إلى المواطنين، إلى الأشخاص الذين يسكنون المنطقة، إلى ولاية غليزان. كيف هي الأصداء في هذه فيما يخص هذه القضية؟ شوف أنا مطمئن للرأي العام، مطمئن فوق الإطمئنان، فأنا لا أقول علامة كاملة للرأي العام، علامة رائعة وحضارية للرأي العام، يعني فوق الكاملة. وجدت شو صدقوني يعني باش نبسط عبك في عند الأمن، عند الأمن كاين ضابط وكاين شرطي وكاع، ما كانش واحد ما عيطتلوش امو نوكل عليك ربي وما تتهلاش في الشيخ. يعني هذه علامه رائعه، مش كامله. تقول لي الشيخ على بالك راك ضغط علينا بمواتنا، يعني هنا العلاقه علاقه الشيخ بالاحمر بالمتقدمين في السن. لا نقول العجايز اللي كالي وصلت. شو صدقني قال لي الشيخ، قال لي لاول مره جداتي يعني جدتي تجي للامن تشوفك، قالت لي خوها، يعني خوها اللي هو عمي ما جاش وقفت عليه. قال لي مانيش عارف، وهذه تدخل في البلحمارية، يعني تدخل يعني كان الراي العام ملغم وهم لا يدرون. يعني لغمته يعني بعملي، لغمته بتوفيق الله عز وجل. يعني وهذه الالغام ما كانوش عارفين باللي انها ستنفجر على من كان يتربص بجمعيه بشائر الشفاء. والحمد لله. وهذا الشيء قضيه المواطنه التي توفيت داخل المركز، ما راحش ياثر على القضيه الاولى التي تتمثل في الاعتماد، نزع الاعتماد واعاده النظر في جمعيه البشائر بشائر الشفاء؟ أنا من قلت العدالة لها العلامة الكاملة، معنى كل تلك التهم في وضعية تسلل باختصار شديد، كلها في وضعية تسلل. يعني كل القضاة اقتنعوا يعني ما يقال عكس الذي هو في الواقع. وأنا هذا دربي، دائما أستدرج خصومي، أستدرجهم من حيث لا يشعرون. عملية طعم، يقعون في الخطأ حتى يكون عبرة في المستقبل. هذا وأقولها وأصرحها على العالم. يعني بالرغم من هذه الاتهامات شيخ بالأحمر، وبالرغم من كل هذا اللغط والجدل اللي صار في الساحة، مازال المواطنين يتوفدون ليك من أجل الرقية، مازالك مستمر ومصر على العمل، مصر إلى آخر لحظة من حياتي. يعني هذا وفاء لكل من له رغبة ويناصر جمعية بشائر الشفاء إلى آخر لحظة من حياتي مهما كلفني الثمن. ربي يطول في عمرك. وش هي الرسالة الأخيرة ربما التي تتوجه بها من خلال برنامج شروق مورنينغ؟ يا آخر ماشي آخر رسالة يعني تكون من هذا الفضاء. شوف أنا ما ننساش الموقف التاريخي الحضاري الذي أثر في نفسي. شوف العفاريت ما أثروش فيا، يعني اللي يعرفوني يعرفوا باللي بالأحمر مشي عفاريت الجن، أنا نقصد عفاريت الجن، أما عفاريت الإنس ما زرني قاوم معهم. العفاريت ما يغبنونيش بتوفيق الله عز وجل، واني نقولها وانا واثق من كلامي، وبزاف يعرفوني باللي راني جاد في كلامي. بصح موقف والد ووالده هاله ابهرني. الصبر عند الصدمه الاولى، تخيلوا تصوروا تشوف انفاس روح بنتهم توفى، قالت لي الشيخ رانا معاك الى اخر لحظه. صدمتني، يعني هذا موقف نادر. يعني انا نشوفها صحابيه متاخره، أنا نشوف هذه يعني فكرتني يعني استحضرت في عقلي وفي في مكامني
نسيبة بنت كعب، ومن يطيق ما تطيقين يا أم عمارة. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في وفاة أربعة، فقالت كل مصيبة بعدك يا رسول الله جلل. يعني هي قدمت مشروع رسالي نبوي إلهي على أبنائها، فكان هذا الحال لأم هالة ووالد هالة. قالوا لي الشيخ احنا معنا مبدأ، احنا ما جينا زيدا اللي أثرت فيها. أنا عندي شوية دموع جافة، يعني أبو مسلم عنده دموع جافة، ماني سهل. بصح في هذه اللحظة بكيت. قال لي اسمح لنا الشيخ، درنا لك مشكلة. والد ووالدة هالة، اسمح لنا الشيخ درنا لك مشكلة. قلت لهم أنا هذه طريقي وهذه توابل مشروعي. لا لا لا، أنا دائما أجد في المغانم مغانم. وما خميتش شيخ الأحمر، ربما كآخر سؤال لأنه دهمنا فقط الوقت، ما خميتش أنه ربما موقف أم هالة وأب هالة من أنه يكونوا عوض أنه كانوا معاك يكونوا ضدك، ربما يكونوا متخوفين من الرأي العام أنه يجي الرأي العام ضدهم، خاصة أنه هناك العديد من الرأي العام اللي هو وقف معك. الحمد لله رب العالمين. شوف بزاف أنا غير صرا مشكلة العوافات، خصومي عرفتهم فاش يخموا، خصومي عرفتهم وين يروح يخموا، في الطبيب الشرعي، في الشهادة من والدتها أو والدها. لغة الدومينو دوبل بلون، يعني تبلعت مفهوم كلامي، يعني أذكياء بلادي يفهموني مليح. دوبل بلون تبلعت عند الطبيب الشرعي وعند شهادة والد الأم والوالدة، يعني خلاص ما بقى لهمش منفذ، ما كانش منفذ، راهي مبلعة يعني بلغة الدومينو. وكاين حاجة واحدة أخرى أكبر بكثير من لغة الدومينو، أنا ندير في حاجة ترضي الله عز وجل، ربي ما يضيعش عبده واحد يخدم في أنا قلت وإن كاد لك كل البشر فوق المعمورة. في حال بإذن الله يعني ما توفاتش الحالة أو المواطنة وعاشت وتلاقيتها نتاع المباشر، لأنه قلت أنك ما سبقلكش أنك تعرفت على الحالة عن قرب، في نظرك كان فيه إمكانية أنه يكون فيه حل أو علاج للحالة نتاعها اللي كانت تعاني منها؟ أنا لست أصدر حكم غيبي، أنا لست من الإعلاميين الذين يستبقون الأحداث قبل الوقوع. حسب الحالة التي كانت تعاني منها، أنا ما نجمش نحكم حاجة ما شفتهاش وما عرفتهاش، ما نجمش. كيفاش تم اتهامك وأنت ما شفتش هذه الحالة وما عرفتهاش؟ كيفاش هي جات جمعية الشفاء؟ حسب الملف الطبي، كنت ما شفتش عليها؟ نعم. كيفاش تم اتهامك بهذه القضية وأنت ما شفتش هذه الفتاة؟ أنا ما اتهمش روحي، أنا اتهموني خصومي. يعني حتى بعض العناوين كنت نقراها في الإعلام، مسرع فتاة في جلسة رقية عند بر الأحمر، يعني هذه شعوذة إعلامية. أنا نحكي لكم قصة، سمحوا لي إلا بغيت دقيقة الوقت، سمحوا لي. واش تقصد مصطلح شعوذة إعلامية؟ واش هو مقصد الشعوذة في اللغة؟ الشعوذة تعريف في لسان العرب لابن منظور، تعريف هي خفة الحركة مع إيهام الناس، إظهار ما يبطن، إظهار ما يبطن، هي خفة خدع بصرية. نعم. وهذا ما استعمل من طرف خصومي الإعلامية، يعني خفة حمل الخبر، ترويع الناس، ترهيب، الضغط على أطراف من أجل محاصرة بالأحمر وإيقاعه في فخ، يعني هذا واستنفرت كل الجهاد، كل من يكره بالأحمر إلا وأصبح له حليف. وسلم بالأحمر من الفخ، تتوقع فخ أخرى؟ متوقع إن شاء الله، لأن هذا دربي هذا. ولكن أنا يقين قلتها الشهادة أو النصر، وما ننساش باللي أكف المظلومين والدموع ما تسمحش فيها. أنا متيقن، يعني أني نقول هذا الكلام وأنا كل يقين، ما عندي حتى مجاملة. شكرا لك شيخ بالأحمر على كل هذه الإيضاحات، وبالتوفيق إن شاء الله.